بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض كورس الريدك. هنتكلم النهاردة عن التسليح إن شاء الله. زي ما احنا شايفين كده، إن أنا عندي المنشأ بتاعي، أنا رسمت العناصر الإنشائية بتاعتي سواء أعمدة أو بيمز أو وولز أو فلور أو أساسات. اتكلمنا في المرات اللي فاتت إزاي أرسم كل العناصر المختلفة دي. النهاردة هنتكلم إزاي أعمل التسليح بتاعي مختلف، إزاي أسلح القاعدة بتاعتي، إزاي أسلح العمود البيم بطرق التسليح المختلفة. وزي ما احنا شايفين إن أنا عندي التسليح بتاعي بقدر أعمله بمنتهى السهولة بالأشكال المختلفة زي الحقيقة بالظبط، وده هيفيدني إن لو أنا بنفذ، قبل ما بنفذ أنا شايف الحديد بتاعي وشايف رصيده إزاي، فبقدر بسهولة أعرف المنطقة اللي عندي فيها هيبقى حديد كتير، فمحتاج إن أنا يبقى الخرسانة بتاع بسمكة سمكة معينة قابلية للصب بدوريابيليتي مناسبة للجزء اللي هي هتصب فيه، واخد بالي فين المناطق اللي ممكن يحصل فيها مشاكل في الصب محتاجة هزاز أو كده. في نفس الوقت لو أنا بناقش استشاري أو كده، ممكن أغير أسلوب التنفيذ، بدل ما أنا بحط الحديد بتاعي بشكل معين ممكن أغير الشكل بتاعي، بدل ما انا بعمل مثلا كيانات مقفولة لا ممكن اعمل هيوهات. فبسهولة جدا ان انا من غير ما بنفذ في الموقع الحديد بتاعي، لا انا شايف الحديد بتاعي قدامي مرصوص ازاي، وبقدر اتحكم فيه بالشكل اللي انا عاوزه، وبقدر اشوف فين المنطقة اللي انا راصص فيها الحديد بتاعي، وبسهولة جدا اقدر اعرف ان الحديد بتاعي هيبقى في الموقع شكله ايه. وفي نفس الوقت بقدر أناقش بسهولة جدا من غير ما أنفذ الكلام ده وبعد كده تحصل المشكلة، لأ أنا دلوقتي قبل ما بنفذ الكلام ده في الواقع بشوف الكلام ده عندي في الموديل بتاعي، وفي نفس الوقت كمان بقدر أحصل الكميات. هنبتدي نتكلم إزاي أسلح العناصر المختلفة. لما نيجي نتكلم على التسليح، بالنسبة للريفت في عندنا طريقتين في التسليح. في الطريقة اللي هي المانيوال، إن أنا باجي أمسك عنصر عنصر وبسلحه من قائمة الستراكشر، من التابة بتاع الستراكشر، هنا فيها ألاقي خانة هنا خاصة بالرينفورسمنت. وفي عن طريق إن أنا بقدر أسلح الكلام ده أوتوماتيك بطريقة أوتوماتيك من طريق الإكستنشنز، باجي أقول له رينفورسمنت بيجي يقول لي العناصر المختلفة وبيسلحها لي بطريقة أوتوماتيك. هنتكلم عن نتكلم على نبتدي الأول بالطريقة المانيوال ونشوف هنبتدي بيها إزاي. انا فتحت عملت مشروع جديد بالنسبه لي، وفتحت البلان بتاعي عرفت ازاي اعمل مشروع جديد، وجيت دلوقتي هاجي ارسم عمود، ماشي هاجي اقول له كولوم، وجيت عملت النموذج بتاع العمود بتاعي وارسم العمود بتاعي هنا كده مثلا، وجيت ارسم عمود تاني قصاده هنا، بعد كده هاجي ارسم بيم اقول له بيم، البيم بتاعتي دي ما بين التو كولومز دول، وهنبتدي نشوف ازاي اسلح العمود والبيم دي. مش هتفرق معايا موضوع الالاينمنت، ان انا في الاخر خالص ان انا هاجي دلوقتي اعمل العمود بتاعي البيم سواء هنا او هنا او هنا، في الاخر خالص انا هتعامل مع element. عندي عاوز اتعامل، عاوز اسلح. لو انا جيت بصيت كده في 3 دي، ده الشكل بتاعي، هنقفل الاناليتيكال، ده الشكل بتاعي هو عبارة عن عمودين وعبارة عن بيم في الوسط ما بينهم. هنيجي دلوقتي نتكلم على تسليح العمود بتاعي، واللي هينطبق على العمود هينطبق على كل العمود. هنا لو جيت دلوقتي قلت له structure وقلت له ريبار، هيبتدي أول حاجة بيديني رسالة هنا تحذيرية بيقول لي إن في hook اللي هو الرجل بتاعة العمود هتبقى مكسورة من ضمن الشكل بتاعي، فما تاخدش بالك يعني إيه، وهنشرحها بالتفصيل إيه الهوك ده. فبيقول لي يعني ان لو الشكل بتاعي عبارة عن، لو انا قلت له اوكي، لو انا مثلا برسم سيخ عدل كده ممكن ان انا بسهولة هو شكله هنا عدل، بس بقدر ادخل ايه الهوك بتاعي ده بسهولة معاه. ايه اللي حصل لنا، ايه اللي حصل عندنا ده، هنقفل الكلام ده ونبتدي. هنيجي هنا انا عندي طرق التسليح، يا اما الاول بختار ريبار، بعد كده بختار الاليمنت اللي انا هسلحه، يا اما لو انا اخترت الاليمنت نفسه هلاقي قائمة بتاع البلكونة بتاعة الريبار. طيب
الريبار ده من ضمن بنسميه نستد فاميلي. يعني ايه نستد فاميلي؟ نفرق ما بين نوعين، في هوست فاميلي وفي نستد فاميلي. الهوست اللي هو المضيف زي ايه؟ زي العمود بالنسبة لنا، ماشي. والريبار ده بنسميه نستد فاميلي المضاف، يعني ما ينفعش ان انا احط تسليح في الهواء، لازم يكون في حاجة احط فيها التسليح ده، فبسمي الريبار ده نستد فاميلي. زي الابواب والشبابيك، الابواب والشبابيك ما ينفعش احط باب وشباك من غير ما يكون في حيطة، فدول اسمهم نستد فاميلي. اما الحيطة نفسها اسمها هوست فاميلي، فمحتاج هوست عندي علشان احط فيه الريبار بتاعي، التسليح بتاعي. هنا الريبار ده لو انا بحط الاسياخ بتاعتي بالشكل ده، لو انا بسلح بيها عمود او بيم، او انا عايز احط سياخ مفرد او اكرر، الاريا دي بسلح بيها الحاجات زي السلابة، زي الوول، زي الرافت فاونديشن. الباص ده لو انا عايز احط التسليح بتاعي في صورة مسار، ان انا بحدد التسليح بتاعي، ماشي. ودي غالبا بستخدمها في الحديد الإضافي، بحط الحديد بتاعي في المنطقة دي تركيز للحديد بتاعي. فابريكيتد اريا ده لو انا بحط الحديد متصنع، ماشي. وهنتكلم على كل واحدة من دول بالتفصيل، ماشي. الفابريكيتد شيتس دي اللي هي بحط الحديد بتاعي زي الأرضيات بتاعت الكباري المشاة أو كده، اللي هي مبتبقاش حديد، بتبقى شيتس، ماشي. وبعد كده الكفر ده هنتكلم عليه بالتفصيل، اللي هو الكفر بتاعي بتاع التسليح بتاعي. فدي العناصر المختلفة اللي أنا، الأدوات المختلفة اللي أنا بسلح. أول حاجة هنبتدي نتكلم عليها موضوع الكفر. لو أنا جيت ضغطت على الكفر دي باجي ألاقيه هنا بيديني إيه الإمكانية، بيسألني أنت عاوز تعمل كفر إيه. طيب نعرف إيه هي إعدادات الكفر الأول. لو أنا جيت رينفورسمنت هنا هلاقي أول حاجة اسمها ريبار كفر سيتنج. لو أنا جيت ضغطت عليها الاقي مديني انواع الكفرز المختلفه، فبيقول لي ان انت لو انت عندك حاجه خارجيه اكستيريور مثلا، فانا عندي الكفر بتاعي هعمله 40 مللي لو 4 سم، لان في عندي حاجه انتيريور بعملها بالشكل ده كده. لو ايه انتيريور شير، لو انتيريور شيل بيبتدي يديني 13 مللي وهكذا. طب لو انا عاوز اضيف انا كفر جديد، نوع كفر جديد، باجي اقول له اد هنا وبقول له ان الكفر بتاعي ده بديله الاسم بتاعي هنا، اقول له مثلا نيو كفر، ماشي. واديله ايه السمكة بتاعتي، انا عاوز مثلا المنشأ بتاعي مقاوم للحرارة، فابتدي ازود السمكة بتاعتي دي عشان يقاوم الحرارة بتاعتي، فابتدي احدد هنا سمك الكفر بتاعي. ده تعريف الكفر، او ان انا ممكن اعمل دوبليكيت من اي واحد من دول وابتدي اعمل السمكة الجديدة بتاعتي. انا جيت دلوقتي هو باي ديفولت العناصر بتاعتي هو بيديلها كفر، مجرد ان انا برسم العنصر هو اساس هو بيديله ايه كفر موجود عنده. لو انا جيت بصيت انا علمت على العمود هنا من غير ما اعمل اي حاجه خالص، بلاقي عندي في حاجه هنا اسمها كفر، بيقول لي الريبار كفر توب فيس والبوتوم فيس والاذر فيسز، هو مديلها الايه السمكات المختلفه دي. منين؟ من التعريفات اللي موجوده هنا دي في الريبار سيتنج. هنا اجي ابص هنا بيقول لي انتريو فريم كولوم اللي هو ده بيديه ال 40 سم، لو انا غيرته هنا هيتغير لي. يبقى باي ديفولت العناصر اللي هي الماتيريال بتاع الخرسانه واخده كفر عندي. لو انا عاوز اغير الكفر ده باجي اعمل كفر جديد، نوع كفر جديد من هنا، وباجي اقول له من هنا كفر. لما باجي اقول له كفر من هنا في عندي حاجتين، في اولا ان انا بغير الكفر للعنصر كلته، بمعنى انا العمود بتاعي ده انا عاوز اغير الكفر من الاربع جوانب ومن فوق ومن تحت، فمجرد ان انا بضغط على الكفر بختار نوع الكفر اللي انا عاوزه، ماشي، وبختار العنصر. لو انا اخترت العنصر بتاعي بيقول لي الكفر بتاعك اللي هنا انت عاوز تغيره ليه، مجرد ان انا باجي اختار بقول له ده، فبيبتدي يغير لي كل الكفر اللي موجود للشكل اللي عندي ده، او ارجعه تاني زي ما انا عاوز. طيب افرض ان انا عاوز، لا مش هغير الكفر لكل العنصر، لا انا عاوز اغير الكفر بس الخارجي بس. ففي الحالة دي لما باجي اضغط كفر باجي اختار من هنا فيس مش element، لا بختار فيس، باجي اقول له في الحالة دي انا عاوز اغير الفيس ده، اغير السمك اللي هو الخارجي ده مثلا، عاوز اخليه هو هنا، مجرد ما علمت عليه كليك بيقول لي هو ايه
الكفر اللي موجود ده بالشكل ده. افرض ان انا عايز اغيره ازوده، هخليه 7.5، يبقى بختار يبقى العمود بالكامل هتفضل 4 سم من جميع النواحي، بس الفيس ده اللي هيتغير لي بالشكل ده. دي اول حاجة بالنسبة لموضوع التسليح بتاعي، موضوع الكفر بتاعي، والكفر ده هو اللي انا هرسم جواه الريبار. لو انا جيت عملت ريبار كده ماشي، وجيت دلوقتي برسم، مجرد ما انا بقرب اهو هلاقي في حدود، في خط منقط اهو، الخط المنقط ده هو ده حدود الكفر. لو انا زودت الكفر هلاقي الحدود دي بتزيد، لو انا جيت ربط تحبيه كده هلاقي الكفر بتاعي اهو، حدود الكفر بتاعتي بتزيد من هنا ومن هنا. طب في الجنب هنا المتصل بالعمود ليه مش ظاهر لي كفر؟ ليه؟ لان انت مغطي الكفر بإليمنت، عشان كده ما عادش محتاج، ما عادش فارق معاك الكفر في الناحية دي. لو العمود ده مش موجود هلاقي البيم دي ظهرت لي مستطيل زي العمود كده، ان ظهر لي كفر في الحد الخارجي. دي اول حاجة ان هو بيقول لي الحدود بتاعت الايه، الكفر بتاعي شكله. طيب تاني حاجة نعرفها بالنسبة للتسليح بتاعي، ان انا لما باجي اختار الالمنت بتاعي وباجي اقول له ريبار هنا، لو العمود لو الالمنت بتاعي مهوش متغطي بحاجة بقدر ارسم التسليح بتاعي بالتسليح. يعني انا العمود بتاعي ده مفيش فوق سلابة، فلما هاجي ارسم هاجي ابص الاقي التسليح بتاعي بترسم بسهولة. يعني انا جيت رسمت عمود هنا اهوت، اترسم بتاع سيخ هنا اهو، اترسم لي هنا اهو. لو انا جيت في البيم دي اترسم هنا مفيش مشكلة. ليه؟ انا اولا انا مختار، قلت الريبار، مختارتش الاليمنت، انا مختارتش الاليمنت، قلت الريبار بتاعه. تاني حاجة مفيش حاجة مغطية الشكل ده. هتفرق في ايه لو متغطي الشكل ده؟ لو متغطي الشكل ده وجيت اعمل الريبار حاجة بص الاقي في صعوبة قوي، او ما بيقبلش اصلا التسليح. طيب الحل الامثل ان انا اعمل ايه عشان اسلح حاجة زي كده؟ الحل الامثل ان انا باجي اعمل سيكشن، باجي اقول له مثلا عايز اعمل سيكشن كده عشان اسلح العمود بتاعي، وباجي اروح ابص في السيكشن ده، ادى العمود بتاعي اهو، وادى البيم بتاعتي. بالحالة دي بقدر اعمل التسليح بتاعي ممتاز. نبتدي نتكلم شوية على تفاصيل الريبار. انا هسلح العمود بتاعي ده، نيجي نعمله شيد عشان يبقى الشكل باين. هاجي اسلح العمود بتاعي ده، حدود السكشن بتاعي اهي، ودي البيم بتاعتي اللي هنا دي. انا دلوقتي عاوز اسلح، مجرد ما اعلم عليه واقول له ريبار ماشي، هيبتدي يدخل لي في المود بتاع الرسم بتاعه. شكل الريبار اللي انت هترسمه ده شكله ايه؟ بناء انا بيجي هنا بيديني اشكال الريبار، هي لو انا حافظ اسم الشكل. طب لو انا عايز، انا مش حافظ، انا مش عارف ايه ام 6 ده، لو انا جيت ضغطت على دي كده بلاقي هنا بيديني الاشكال بتاعت الريبار بتاعتك اللي انت عايز تعمل، الاشكال المختلفه بتاعت الريبار اللي انا عايز اعملها. انا هرسم دلوقتي التسليح بتاع العمود بتاعي، التسليح الرأسي، يبقى اختار السليخ اللي هو العين. وانا برسم اخد بالي من حاجتين، اول حاجه البليسمنت بلان، وبعد كده البليسمنت اورينتيشن. ايه البليسمنت بلان؟ انا عندي دلوقتي ده، لو انا جيت بصيت في ليفل 2 كده، لو انا جيت بصيت في ليفل 2 هلاقي في عندي، انا عندي العمود بتاعي ده بالنسبه للسكشن. لو انا خدت السكشن ده في عندي 3 بلانات دي، في البلان اللي هو اللي بره ده، وفي البلان اللي هو اللي جوه ده، وفي البلان بتاع السكشن. البلان بتاع السكشن بتاعي ده اسمه الكرنت بلان. انا جيت وقفت كده قلت له ريبار ماشي، ده اسمه الكرنت ورك بلان. يبقى انا لو رسمت سيخ هيترسم لي فين؟ في مكان السكشن ده. طيب في النير كفر، النير كفر ده اللي هو اقرب كفر ناحيته. يعني لو جيت هنا في العمود في البلان بتاعي، يبقى هو النير كفر اللي هو هنا ده، لان انا باصص كده فده اللي قدامي. يعني انا باصص من الشمال لليمين، فالنير كفر لو انا رسمت سيخ حديد هيتحط لي قريب من الفايبرز اللي هي اللي بره في النهاية. طيب الفار كفر اللي هو الناحية دي اللي انا باصص، انا باصص في السكشن كده، يبقى هو ده ابعد سيخ. يبقى انا لو رسمت سيخ، لو انا رسمت دلوقتي 3 سياخ، واحد هنا على السكشن هنا، يبقى ده في الايه، في الورك كارنت ورك بلاك، هنا في النير وركينج بلان، هنا في الفار وركينج بلان. ايه تاني بالنسبه للتسليح بتاعي؟ انت هترسم التسليح بتاعك ده، انت عاوز ترسم السيخ ده بارل تو ورك بلان، موازي لل
الموازي للسكشن، موازي للبلان اللي انت هترسم فيه ده، ولا عمودي على السكشن ده. لو انا جيت في سكشن واحد ده كده، انت عاوز دلوقتي ترسم السيخ بتاعك ده موازي للورك بلان اللي انت هترسم فيه ده، ده كده موازي اهوت، ولا عمودي على الكفر اللي هو موازي للكفر بتاع العمود، ماشي، ولا عمودي على الكفر بتاع العمود. طب ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ بالنسبة للسيخ هنا مش واضحة أوي، لكن بالنسبة لأنا رسمت اخترت شكل تاني مثلا، حاجة بالشكل ده كده مثلا، حاجة أبص ألاقي مرة بيرسمهولي كده ومرة بيرسمهولي مائي. يعني أنا لو جيت خدت الشكل ده كده، باجي ألاقي هنا إيه الرجل بتاعتي أفقية كده. لو أنا جيت اخترت كده الرجل بتاعتي رأسية، هي القصة كلها إن هو بيعمل لي إيه، بيلف. ولو أنا ضغطت على المسطرة باجي أبص ألاقي إيه، بيلف لي السيخ نفسه اللي هو الانتجام بتاع السيخ بتاعي. فاخد بالي بس انا برسم فين و الاورينتيشن بتاعتي فين. طيب انا هاجي ارسم دلوقتي الاسياخ الطوليه بتاعتي اهي، هاجي اقول له ان انا هرسم في الكرنت ورك بلان وغير الورك بلان، وهاجي ارسم اول سيخ هنا كده، هاجي اشوف كده لو انا جيت بصيت في ليفل 2 كده، السيخ بتاعي مش ظاهر هنا. ليه؟ بالنسبة للأسياخ بتاعتي في حاجة أخد بالي منها. لو أنا جيت عملت، لو أنا جيت في السكشن هنا كده، السيخ ده اترسم، لما باجي أظهر السيخ بالنسبة، هي الحاجة دي بتبقى رزلة شوية في الريفت. لو أنا جيت علمت على السيخ ده كده، لو أنا جيت قلت له علشان أظهره في باقي السكشن، باجي أقول إن هو بعلم على السيخ نفسه، وباجي أقول View Visibility Status، فباجي أضغط عليه كده فبيقول لي إن السيخ ده موجود في البلانات اللي موجودة دي. ماشي، موجودة في البلانات اللي موجودة دي كلها. انت عاوز تظهر، هو مش باين الا في سيكشن 1 دلوقتي، انت عاوز تظهره فين؟ انا عاوز اظهره في سيكشن 2. يبقى بضغط هنا view un obstructed، يعني obscured يعني ظاهر، obscured مختفي، un obscured يعني ظاهر، بظهر ال view un obscure دي معناه ان هو اظهره لي معايا في البلان. لو انا علمت عليه كده قلت له اوكي وجيت كده في ليفل 2، هاجي ابص الاقي السيخ بتاعي موجود اهو ومعمول له سيلكت، وانا كنت راسمه في الكرنت ورك بلان فارسمه لي فين؟ عند السكشن بتاعي. السيخ ده ممكن بسهوله هنا اتحكم فيه، احركه هنا احركه هنا احركه هنا، وبيديني المسافات اهي، ممكن اظبط المسافات بالظبط. لو انا قلت دي 4 سم كده هيجي يقول لي ايه انه ما ينفعش. ليه؟ لان انت دلوقتي هتخش في الايه، في الكفر بتاعك، ماشي، هتخش فين؟ في الكفر بتاعك. فبتبقى ممكن احركه بالاسهم يبقى كده هو فين على الكفر بالظبط كده، يبقى انا اظبط الحديد بتاعي بالشكل ده كده. طيب انا جيت رسمت اول سيخ بالنسبه لي كده، وعاوز ابتدي اكرر السيخ ده. طيب السيخ ده مواصفاته ايه؟ لو انا جيت بصيت هنا باجي الاقي هنا ايه، لو انا قلت ايه التايب، الاقي السيخ ده قطره كام؟ 13 مللي، ودي الاقطار المختلفة عندي من اول 10 لحد 57. طيب افرض ان انا عاوز اعمل قطر جديد، باجي اعمل ايه؟ دوبليكيت، ماشي، وادخل الاسم الجديد بتاعي. طيب القطر بتاعي والسمكات بتاعتي هاجي ابص دلوقتي يقول لي البار دايمتر قد ايه، بيدوني هنا، وبعد كده بيديني المواصفات اللي موجودة. ايه المواصفات اللي موجودة دي؟ بيقول لي السيخ ده لو انت هتستخدمه بتعمل له بيندينج، لو انا السيخ ده هتنيه، او لو هعمل له هوك، او لو هستخدمه كاستيرابس. الابعاد بتاعتي قد ايه، والماكسيمم بيندينج راديوس قد ايه. طيب الحاجات دي بجيبها منين؟ بجيبها من الكود بتاعي اللي بيديني السماحيات. لو انا جيت قلت ايديت هنا، هاجي ابص الاقي هنا بيقول لي ان السيخ البار اللي اسمه 13 ده والقطر الفعلي بتاعه ده بيديني اهو، بيقول لي لو انت هتتني السيخ ده على زاوية 90 درجة يبقى الهوك لينس بتاعك كذا كذا، والتانجنت كذا، الاوفست لينس كذا. ولو انت، لو انت عاوز تخلي البرنامج يحسبه اوتوماتيك، لو انت جيت قلت له اوتو كالكوليت دي، هيبتدي يحسبه لي اوتوماتيك، البرنامج يحسبه لي اوتوماتيك، ماشي. طيب ايه الابعاد دي، ايه اللي هي الهوك لينس والتانجنت لينس والاوفست لينس دي؟ لو انا جيت بصيت هنا كده، اجي الاقي بيقول لي هو ده البار دايمتر،
ودي حاجة اسمها السيجمنت لينس، ودي الهوك لينس، ودي الاوفست لينس بتاعي، وده البار دايمتر بتاعي اهو، ودي الانجل اللي انا بتني عليها، ودي الاكستنشن لينس، ودي التانجنت هوك لينس. بناء على ايه؟ الزاوية اللي انت هتبني عليها. انا هبني على 90، يبقى هي دي الابعاد بتاعتي. 135، يبقى دي الابعاد بتاعتي. هتبني على 180، يبقى بالابعاد اللي موجودة دي الابعاد واماكنها فين. وببتدي ادخل الابعاد اللي موجودة عندي دي بالنسبة للسيخ اللي موجود عندي. فانا عرفت ان السيخ اللي عندي ده قطر 13. لو انا عاوز اغيره مثلا ل 22، مجرد ان انا عملت عليه سيلكت كده بقى 22 بنفس الشكل. طيب عاوز اكرر السيخ ده، ممكن انفذ عليه بقى اوبجكت عندي، ممكن انفذ عليه نفس الاوامر. هعمل له كوبي مثلا من هنا لهنا كده، واكرر السيخ بتاعتي زي ما انا عاوز، وارسمهم سيخ سيخ. ماشي، دي طريقة. وممكن ان انا دلوقتي انا جيت رسمت السيخ بتاعي ده، هاجي دلوقتي السيخ بتاعي ده امسحه. انا عاوز اكرر السيخ بتاعي ده، في عندي حاجة اسمها الريبار سيت. لو انا عاوز اغير السيخ ده اكرره، في عندي هنا دلوقتي بيقول لي ان اللي اوت بتاعتك سنجل، ان انت رسمه سنجل. طيب لا، لو انا عاوز اكرر السيخ ده في المسافة اللي عندي، لو انا جيت قلت له فيكسد نمبر هنا مثلا، وقلت له ارسم لي 4 اسياخ مثلا، اجي ابص الاقي عمل لي ايه؟ قام راسم لي 4 اسياخ موجودين فين؟ في حدود الكفر بتاعي بتاع الحيطة بتاعتي. ماشي، طيب المسافات ما بينهم قد ايه؟ حددها لي بناء على ايه؟ من الكفر هنا للكفر هنا، وقسم لي المسافة من النص. او ان انا ممكن اجي اقول له ايه؟ الماكسيمم سبيسنج ما بين السيخ والتاني قد ايه؟ طيب الماكسيمم سبيس انا عندي مثلا عرض العمود ده 30 سم، وجيت قلت له الماكسيمم سبيسنج مثلا 10 100 ملي، يعني 10 سم، هيجي يعمل لي ايه؟ هيجي يشوف لي المسافة اللي عندي دي ويقسمها لي، بحيث ان المسافة ما بين كل سيخ والتاني ما تزيدش عن 10 سم. طيب في ايه تاني؟ في عندي هنا وقت النمبر وذ سبيسنج. النمبر وذ سبيسنج دي بيديني ايه؟ انا جيت اقول له دلوقتي انا عندي سيخين، والمسافة ما بين كل سيخ والتاني 10 سم، هيجي يعمل لي سيخين بس اهو، المسافة بين كل سيخ والتاني 10 سم. ماشي، المسافة بين كل سيخ والتاني 10 سم. طيب دي هتفيد اكتر فين؟ بتفيد اكتر في الكيانات، وهنشوفها دلوقتي. في المينيمم كلير سبيسنج. طب ايه الفرق ما بين الماكسيمم سبيسنج والمينيمم كلير سبيسنج؟ ماكسيمم سبيسنج دي المسافة ما تزيدش، لو انا قلت له 10 سم، يبقى المسافة ما بين السيخين من السنتر للسنتر ما تزيدش عن 10 سم، ممكن تقل عن 10 سم. طيب المينيمم كلير سبان دي لا، المسافة ما بين وش السيخ ووش السيخ اقل حاجة 10 سم، ممكن تزيد. انا جيت قلت له المينيمم ديستانس دي، جيت قلت له هنا ان هي 5 سم 10 سم، هيبتدي يقسم لي تبع المسافة اللي انت. فهنا افضل حل بالنسبة للسياخ الفيرتيكال ان انا لا بقول له مثلا انا عندي 3 اسياخ او 4 اسياخ. ماشي، بناء على ايه؟ الشكل. وباجي ابص لو انا جيت علمت كده الاقي في ايه؟ سهمين صغيرين هنا وسهمين صغيرين هنا، بقدر افرد اقول له المسافة اللي انت هتوزع لي فيها في قد ايه. المسافة دي اهي كده، يبقى يوزع لي في المسافة اللي موجودة عندي. طيب افرض ان انا مش عاوز اوزعهم افقي، عاوز اوزعهم رأسي، بقول له روتيت. ماشي، وبغير الاورينتيشن بتاع الروتيشن هنا كده، وباجي اقول له اعمل لي روتيشن 90 درجة، وانتر، الاقي عمل لي ايه؟ الروتيشن بتاعتي اهو. وباجي اقوم اعمل ايه؟ فارد السياخ بتاعتي اللي انا عايز اعمل السياخ الجانبيه بتاعتي اهي، ابتدي اعمل افرد اهو، وهاجي اقول له لا مش 3 بقى، انا عندي ايه هنا في الجنب ده؟ 6 سياخ. هيبتدي يعمل ايه؟ يوزع لي المسافة ما بينهم. وممكن اعمل ايه؟ الجنب ده انا خلصته، هعمل بعد كده ميرور. ماشي، منين؟ من هنا من السنتر كده ب 90 درجة، اجي ابص الاقي السياخ بتاعتي بقت ايه؟ ميرور. طيب اجي ابص في 3 دي كده، مش شايف التسليح بتاعي. التسليح بتاعي موجود اهو، بس انا مش شايفه، ما بيبانليش الا امتى. لو انا عملت واير فريم كده هرجع الاقي ايه؟ التسليح بتاعي ظهر. طب لو انا عاوز اظهره بشكل افضل، نفس المبدا هنا، باجي اعلم على السياخ بتاعتي اهي، اعلم على التانيين اهو،
كنترول اهو، وباجي اقول له ايه فيزابيلتي اند جرافيك، باجي اقول له ايه 3D اظهرهم لي. طيب في حاجة تانية بالنسبة لل 3D بس، فيو از سوليد بيبتدي يظهرهم لي، بيظهرهم لي كشكل مجسم، مش بس يظهرهم لي كشكل مجسم، انا عملت كده شيدد باجي الاقيهم بشكل مجسم، يبقى ده التسليح الايه الرأس بتاعي. طيب هنيجي دلوقتي، انا عملت الحديد بتاعي بالشكل ده كده، هاجي دلوقتي للرأس، هاجي اعمل ايه، هاجي اقول له دلوقتي روح لي في السكشن بتاعي، جيت قمت معلم على سيخ فيهم من دول، وبعد كده قلت له ايه ايديت سكتش، انا عاوز اعدل السكتش بتاعي. فبيقول لي ان ده ممكن يظهر لك فين، في النورث والساوث، بناء على ايه، بناء على الحديد ده مرصوص فين والبلان بتاعه مرصوص فين. اقول له اوبن فيو، فتح لي النورث بتاعي اهو، ده الحديد بتاعي اهو بالشكل ده. انا عاوز اضيف دلوقتي الحديد ده، عاوز اعمل له رجل عندي قاعده مثلا تحت، عاوز اكمل اعمل رجل عندي، فباجي اقوم اعمل الرجل بتاعتي اهي مثلا كده، هعمل الرجل بتاعتي ده بالشكل ده كده، والرجل بتاعتي دي هديلها الطول بتاعها مثلا طولها متر ماشي، وهاجي احرك الرجل بتاعتي دي كده، اعمل لها موف من هنا لهنا، وبعد كده اعمل لها موف، انزلها جوه القاعدة مثلا هنا بمقدار 40 سنتي مثلا ماشي، اجي ابص الاقي فيه اوتوماتيك عم عامل لي كيرف كده اللي انا قلت له فينش، اجي ابص الاقي السيخ بتاعي بقى عبارة عن ايه الشيب. لو انا جيت بصيت في الثري دي كده، اجي ابص الاقي الحديد بتاعي بقى بالشكل ده. لو انا عاوز اعدل الرجل التانية نفس النظام، عشان دول كده جروب احنا ربطناهم مع بعض كجروب، قلت له فيكس نمبر فجروب فعملهم دي. عاوز اعمل الرجل التانية بنفس المبدأ، بعلم على ده، باجي اقول له ايديت سكتش، فبيجيب لي ايه الشكل اللي ينفع اهو، هاجي مثلا كده الفيو بتاعي اهو، وهاجي اعمل الرجل بتاعتي بالشكل ده كده نفس الكونسبت اهو، هاجي اقوم اعمل من هنا كده واقول له ايه متر، هيبتدي وبعد كده ايه لازم اقفل الشكل بتاعي كده واقول له فينش، هاجي ابص في 3D، هاجي ابص الاقي عمل لي الرجلين بتاعتي بالشكل اللي عندي ده، وابتدي ايه احرك واحد فيهم بحيث انه ايه ما يبقوش كده ايه متداخلين في بعض بالاسهم بتاعتي، احرك واحد فيهم ما يبقوش ايه متداخلين في بعض. ولو انا جيت بصيت في الشكل التاني جت الاتجاه التاني ماشي، ابتدي احرك واحد فيهم يمين او شمال عشان برضك ما يبقوش ايه متقاطعين. هتفيدني في ايه ان انا ارسم الحديد بتاعي بالظبط، ان انا في الاخر خالص انا ده اللي هيحصل في الطبيعه، في الاخر خالص انا عارف ايه المشاكل بتاعتي من الاول خالص، دي كده ما ينفعش، يبقى انا لازم احرك فيهم سيخ يمين او شمال عشان اتلافى التقاطع بتاعي ده، وبسهوله جدا كده يبقى بالظبط انا اقدر اعرف في الموقع الحديد بتاعي هيترص بالظبط. انا كده رسمت الحديد الرأسي بتاعي، عاوز ارسم الكيانات بتاعتي نفس المبدأ، اجي اعلم عليه واقول له ريبار، واختار شكل الكيانه بتاعتي، انا عاوز شكل الكيانه بتاعتي في الكيانة دي اللي هي بالشكل ده، وفي الكيانة اللي هي الاوتوماتيك اللي بالشكل ده. هناخد الكيانة الأولانية دي مثلا، ونيجي نشوف كده أنا واقف فين دلوقتي في الكارنت وورك بلان، يبقى هرسم لي هنا كده. طيب هرسم لي الكيانة دي، هناخد بالنا راسم لي الكيانة بالشكل ده، أنا مش عاوز الكيانة بالشكل ده، يبقى بغير الأورينتيشن بتاعها، هتبقى الكيانة كده رأسية، لا أنا مش عاوزها رأسية، يبقى باجي أختار دوربين دوبلر أهي، دي الكيانة بتاعتي أهي بالشكل ده كده. ارسم الكيانه بتاعتي، طب ارسمها من فوق ولا من تحت؟ نرسم اول كيانه وبعد كده نشوف الايه النظام بتاعنا. دي الكيانه الاولانيه اهي، وهبتدي احركها لتحت خالص لحد الكفر بتاعي اهو ماشي، دي الكيانه الاولانيه بتاعتي، وهبتدي اعمل ايه اغير الايه الاورينتيشن بتاعها. انا عاوز الكيانه دي تبقى موجوده ما بين الايه في العمود، في العمود كله، اقول له الماكسيمم سبيسنج كام، 10 سنتي، ام رصيص الكيانات من الاول للاخر بال10 سنتي، لو انا زودت قلت له 15 سنتي هيبتدي يعملها لي 15 سنتي. طيب انا عاوز الكيانات بتاعتي مش بالشكل ده، انا عاوز اكثف في اول متر وفي اخر متر وفي النص شكل تاني. في الحاله دي بقوم عامل ايه، باجي اقول له اديني هنا هو نمبر وسبيسنج، اديني 5 كيانات والمسافه ما بينهم 10 سنتي، هيديني الايه الكيانات بالشكل ده كده. طيب عاوز اكرر بقية الكيانات بعمل ايه،
نفس اللي بعمل كوبي وباجي من اول خان اول كانة كده باجي اكرر هنا ماشي. عملت الكانات اللي في النص ماشي، بس اخد بالي من حاجة كده، انا عملت الكانات اللي في النص دي وهنشوف ازاي نفردها دلوقتي ماشي. انا الكانات اللي في النص دي في عندي اول كانة هي اخر كانة من هنا، باجي اقوم عامل ايه، شايل العلامة دي يشيل لي اول كانة من هنا، يبقى الكانات بتاعتي بادئة من بعد اول كانة عشان ما يتكررش ما يحصلش فيه تكرار للكانات. انا هفرد الكانات دي في مسافة قد ايه، انا قلت ان الكانات دي هغير المسافات ما بينهم هتبقى 15 سنتي ماشي في النص، لكن الكانات المكثفة 10 سنتي. اجي اقوم عامل ايه، عامل دول كده واعمل لهم ميرور نص من نص العمود كده، يبقى دي الكانات اللي فوق اهي، وهاجي اقوم فارد الكانات بتاعت اللي في النص دي كده، اعلم عليهم واغير المبدأ بتاعي هيتوزعوا بيه، وأقول له إن الماكسيموم سبيسنج بتاعي 15 سنتي. طيب منين لفين بقى؟ أنا علمت عليهم كده، أجي أبص ألاقي السهم بتاعي أهو كده اتحرك لحد ما أوصلهم فين، للكانة اللي فوق. طب كده كان تم الكرارين، أشيل العلامة دي كده، يبقى أنا عندي كده الكانات بتاعتي بقت موجودة، اللي فوق 10 واللي في النص 15. عاوز أظهرهم معايا بعمل إيه، بعلم كده وباجي أعمل فلتر وباجي اقول له نواة الريبار بتاعي اهو، وباجي اقول له الفيزابيليتي اند جرافيك هنا اعملهم لي في 3D، خلهم لي ظاهرين وخلهم لي سوليد، وخلهم لي في البلان اللي هو ليفل 2 ظاهرين. اوكي هاجي دلوقتي في 3D، هاجي ابص الاقي الايه العمود بتاعي بالكنات اللي موجودة عندي بالشكل ده كده، اهي العمود بتاعي اهو بالكنات بتاعي. طيب هجيب ليفل 2 هلاقي الكيانة بتاعتي موجودة عندي، لو انا جيت قلت له هات فاين ديتيل هتدي الكيانة بتاعتي ظاهرة بالشكل بتاعي. انا دلوقتي عاوز اعمل كيانات داخلية، بمعنى ايه، انا العمود بتاعي اهو ظاهر لي، ودي الرجلين بتاعت العمود بتاعتي بتاعت السيخ الطولية، عاوز اعمل دلوقتي كيانة داخلية في النص هنا. باجي اعمل ايه، نفس المبدأ بالظبط، انا جيت عملت كده قلت له ريبار، جيت ايه رسمت الكيانة بتاعتي اهو، هاجي ارسم الكيانة مش قابل هنا يرسم الكيانة هنا، هنيجي نعمل ايه، مش قادر اللي يرسم الكيانة، هنيجي نعمل ايه، هنيجي في السكشن بتاعي، يا اما باجي في السكشن بتاعي وبرسم الكيانة بتاعتي باجي اقول له اعمل لي الكيانة وعدلها ريبار، واعمل الكيانة بتاعتي واجي ارسم الكيانة بتاعتي بنفس المبدأ، ارسم الكيانة بتاعتي هنا اول كيانة دي واعدلها، ارسم الكيانة هنا واجي في البلان اعلم على الكيانة دي، واجي في ليفل الاول اظهرها اقول له فيزابيليتي اند جرافيك اظهرها لي في ليفل 2، وباجي في ليفل 2 ده وباجي اقوم معلم على الكيانة بتاعتي دي اغيرها اقول له ان دي مثلا ما بين بيحركها لي كده ماسكة مثلا التلات سياخ دول كده ماشي، وممكن اكرر براحتي زي ما انا عاوز ماشي. ونفس المبدأ ان انا هاجي نواة في السكشن بتاعي اكرر الكيانة بتاعتي دي اكررها نفس المبدأ نفس كل حاجة، وممكن من الأول خالص أرسم الكيانة دي وأرسم الكيانات الداخلية وأكررهم كلهم من الأول خالص بنفس المبدأ، أو إن أنا ممكن أعمل إيه، هنمسح دي كده وأجي في البلاك بتاعي كده وأجي أعمل إيه، هاجي الكيانة دي كده وأعمل لها إيه كوبي، بعد كده من هنا كده دي حد مثلا السيخ التاني ده كده، وبعد كده أعدل فيها بقى براحتي من هنا نفس المبدأ بتاعي. أنا ممكن هنا زي ما برسم في الأوتوكاد بالظبط باجي أعمل برسم أعدل الكيانة بتاعتي هنا بالشكل ده كده، أهي لو أنا جيت بصيت دلوقتي في السكشن بتاعي أجي أبص ألاقي الكيانة بتاعتي، بس في الحالة دي بقت عملت إيه، السيكونس المجموعة نفسها الست اتكررت ماشي. يبقى أنا كده رسمت العمود بتاعي بتسليحه كامل بالكيانات بتاعته، لو انا جيت بصيت في 3D كده اهو العمود بتاعي بكياناته. طيب الكيانات اللي في النص مش ظاهرة ليه،
قلنا قلنا برضك نفس المبدأ، باجي نقعد في 3D بقول له ان هي ايه اظهرها لي كسوليد، فيبتدي يظهر لي الكنات بتاعتي هنا موجودة، يبقى ده الكنات الخارجية والكنات الداخلية، وابتدي اكررهم في النص زي ما انا ايه عملت في الكنة الرئيسية. وده كده تسليح العمود بتاعي. طيب عاوز اكرر تسليح العمود بتاعي، باجي اقوم عامل ايه، باجي اقوم معلم كده، باجي اعمل فلتر وبقول له ايه انا عاوز الايجار بس كده، وباجي اعمل له ايه كوبي من هنا كده للعمود بتاعي اهو تاني، ونيجي نعمل edit visibility and graphic، نقول له ان هو ظهره لي كسوليد، اقول له اوكي. لو انا جيت في 3D اجي ابص الاقي تسليح العمود بتاعي، فانا ممكن اعمل عمود واحد بتسليحه وبعد كده اكرر التسليح بتاعي. في اجزاء من الكائنات اللي هنا اللي تحت هنا ما اتكررتش معايا، باجي اخدها برضك نفس المبدأ، اخد الكائنات اللي ما اتكررتش معايا دي كده، واعمل لها كوبي من هنا مثلا كده لحد هنا كده، واظهرها كسوليد برضك. يبقى بلاقي الايه كده العمود بتاعي ظاهر بالكامل كده، انا عملت تسليح العمود وكررته معايا بمنتهى السهوله. يبقى كده انا خلصت تسليح العمود. السلام عليكم ورحمه الله.